يا 700 مرحبا بكم كلكم. الجزائر أمانة في عيونكم، الجزائر أمانة بين ضلوعكم. ثم قال ماذا؟ قال حقرونا حقرونا حقرونا. ثم قال ماذا؟ هو الدين بيقول إيه؟ والله سبحانه وتعالى بعث محمد رحمة للعالمين، وبعث عبد العزيز بوتفليقة رحمة للجزائريين. مش محتاجة حاجة يعني. ثم قال ماذا؟ قال الجزائر عمرها 4500 سنة. الدين بيقول إيه؟ حديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نفس القول. 4500 سنة. 4000 سنة يا مجرم. ده رقم قياسي. ده المفروض ياخد جائزة اوبن على اللي عمله ده. بالله عليكم هذا هول ايش بيشربوا هذول الناس؟ ايش بيتعاطوا هذول الشطاحين هذول؟ هول شوهوا الجزائر. الجزائر ام الجزائر. ثم قال ماذا؟ قلت لهم الواد وحده بالبطاطا تاع الواد نشري السلاح تاع الروس بكل. بالبطاطا نشريو سلاح. ايه. نعطيك البطاطا تعطيني الطيار. ثم قال ماذا؟ قال إنه الجراد المغربي والذي بدأت أسرابه تغزو حقول الفلاحين. الجراد مغربي أكثر من نصف مليون جرادة. معالجة الجراد المغربي المحلي يتم استكشافه. طيب هم كيف عرفوا أن الجراد مغربي؟ لأنه جاي من الناحية الغربية. ثم قال ماذا؟ قال درنا روما للبيع في المزاد العلني. لا يا راجل 2.5 وهنضغط شوية. قال لك درنا روما للبيع في المزاد العلني. متى بعتها وليش بعتها أصلا؟ روما جميلة يعني. روما وما أدراك ما روما، طلعت تبع التبونيون وباعوها في المزاد العلني. لا حول ولا قوة إلا بالله. أقسم بالله نظرية 20 في عقل سقطت. هؤلاء كلهم بدون عقول. التبونيون كلهم في عقله، وهذا صاحب العقل مدري وينه، والبقية بدون عقول. ثم قال ماذا؟ قال مواد النادرة اللي راهي في منطقة تمرست ومنطقة إليزي راهي ما كاينة إلا في الجزائر وفي المريخ. ما ترسلوش يا مصطفى هو بقى حلو خلاص. انتوا فاكرين السطر؟ بقول لكم المواد النادرة اللي راهي في منطقة تمرست ومنطقة إليزي راهي ما كاينة إلا في الجزائر وفي المريخ. أربط سلوبية. ما هي هذا المعادن الذي موجودة عندكم في الجزائر وفي المريخ بس؟ لا تكونوا من المريخ، أنتم من سكان المريخ ونزلتوا الأرض هكذا بالغلط ولا إيش الموضوع؟ ثم قال ماذا؟ قال لدينا أقدم مدينة في التاريخ الجزائر. ثم قال ماذا؟ قال لا بقى لا دي جاوبك عليها بقى الشيخ عماد مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده عم الرجل ده هيخرب معايا. يا محمد مبروك عليك الجزائر. الجزائر ام الجزائر رجعت ليك. اذا احنا جزائريين عندنا البترول، عندنا الغاز، عندنا الذهب، عندنا اليورانيوم. صح صح، هذولا كلهم عندكم ما شاء الله، بس فقراء. ما ادري ليش عندكم الغاز والبترول بس، والفقر يدقكم. المفروض ان انتم تعيشون مثل الاماراتي مثل القطريه. وين الغاز هذا؟ والله يبدو انه فرنسا بتشفطه كلها، بيروح لفرنسا كامل. والله ما لكم الا سيدي حسن، ما معكم شيء. ثم قال ماذا؟ قال نقول لهؤلاء التبونيون المتخلفون بس يا عالم يا ناس، والله أنكم تشوهون في بلادكم تشويه غير عادي. بلادكم يا جزائريين اشتهرت بأنها بلاد المليون شهيد، لكن قد تتغير هذه التسمية، قد تتغير هذه التسمية إذا تكاثر التبونيون وتصبح الجزائر بلاد المليون عبيط، بلاد المليون مخرف، بلاد المليون أهبل، بلاد المليون تبوني، بلاد المليون محشش. جاءته رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله أي البلاد أحب إليك يا رسول الله بعد مكة والمدينة؟ قال الجزائر. ثم قال ماذا؟ قال حقرونا حقرونا حقرونا. وانت تفهم ولا ما تفهم؟ اعلى ما في خيلك اركبها يا اخي، اشرب البحر الاحمر. السلام عليكم ورحمة الله.